فيروس الشلل يصيب دول عديدة وتغييرات جذرية في سياسة هذه الدولة العربية. شاهد الأخطر من توقعات ليلى عبد اللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام. مرحبا بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف، وعدد مهم وخطير من توقعاتها اللي دايما معودين عليها للدول العربية وأيضا عدد من توقعاتها العالمية. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معانا شرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تتوقع ليلى عبد اللطيف أحداث وتطورات قادمة على المنطقة بتحمل معها مشاهد انفجار أحد المنشآت النووية في دولة كبيرة. كمان تتوقع حروب وغليان وأوبئة بتواجه العالم اليوم، واللي هتكشف عن مخطط كبير لتجويع العالم مع مؤامرة اقتصادية لرفع جنون الأسعار في أغلب الدول الفقيرة من أجل التلاعب بمصير هذه الشعوب خلال السنوات القادمة وبشكل مدروس ومقصود. سنرى صراع مسلح في مناطق وشوارع بعض الدول الإفريقية بسبب الأوضاع القاسية وظهور أمراض وأوبئة قاتلة بسبب نقص المياه والجوع. سنشهد موجات النازحين والهاربين والمهاجرين الأفارقة بسبب الحروب والصراعات والكوارث والفقر والجوع. انفجار بيهز أحد المقاهي الأوروبية بيسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى للأسف، وده خلال 23. ستحقق الجزائر خلال المرحلة القادمة إنجاز رياضي كبير يكون حديث الإعلام والناس. هيشهد العالم خلال المراحل القادمة ظهور فيروس جديد يصيب أو يضرب العضلات في جسم الإنسان ويسبب شلل في بعض الأعضاء أو الجسم. العراق سيكون على عتبة التغيير الكبير أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا. المملكة العربية السعودية هتكون محط الأنظار في العالم من خلال إنشاء مناطق سياحية بارزة وشاملة قد تنافس من خلالها بعض المدن أو المناطق السياحية الأوروبية المشهورة والبارزة. جوازات سفر مزورة لأشخاص خطرين بتكون بعهدة فرع المعلومات، وحنشوف قوات عسكرية أمريكية وفرنسية على سواحل البحر المتوسط بسبب حدث كبير. أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة هيحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على زيادة رواتب بشكل غير متوقع، خصوصا الجيش اللبناني والأمن. كمان السلالة الجديدة لوباء الكورونا بتضرب بريطانيا ولندن من جديد. موجة للأسف من الذباب والحشرات الغريبة والمؤذية نراها تنتشر في أجواء عدة دول عربية وقد تصل إلى سماء لبنان، مما يثير حالات من القلق والخوف عند الناس. إنفلونزا الطيور بترجع تتجدد وتنتشر في المرحلة القادمة وبشكل مقلق وتهديد عند الناس، وهترجع تنتشر في العالم أيضا وهتكون خطيرة. إعلان حالة الطوارئ في كندا بسبب حادث مؤسف، وهتشهد كندا مظاهرات مليونية وغير مسبوقة لأول مرة في تاريخها. أرى أن السعودية هتتربع خلال السنوات القادمة على قمة الانفتاح والتغيير والعمران، خاصة على الصعيد السياحي. وباء الطاعون للأسف سيعود ويهدد العالم من جديد، ولا أستبعد أن تكون بداية هذا الانتشار لمرض الطاعون من دولة أسيوية وإفريقية، وممكن كمان تكون الصين. أحد قصور الرؤساء العرب أرى يتعرض لعمل أمني وحادثة أمنية مفاجئة ولافتة، مما يضع هذه الدولة العربية في حالة غليان. بعض الدول العربية هتكون معرضة لعدد من الهزات الأرضية خلال الفترة القادمة وعلى المدى المنظور. سنرى بعض الهزات الأرضية تتكرر وبشكل لافت، مما يضع شعوب هذه الدول تحت هالة من القلق والهلع. حدث أمني يطال أحد المخيمات في لبنان بشكل مفاجئ. مخلوقات غريبة وعجيبة وغير معروفة من قبل بتهدد الأرض وتغزو بعض الدول في العالم، وأكثر الدول أراها تستنجد في طلب المساعدات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة. الأحداث المقبلة على العالم هتحمل معها أجواء التوتر الشديد في العلاقات ما بين أمريكا والصين، وشايفة حدة التصاعد والتوتر لحدود المواجهة العسكرية، وحتشهد كمان أحد المراكز الحكومية الحساسة حول العالم عملية كوماندوز عسكرية، وده خلال المرحلة القادمة. هتشهد مياه البحر وجود زوارق بين لبنان وسوريا والأردن بسبب حدث مؤسف. حركة دبلوماسية نشطة في 2023 بتشمل سلطنة عمان والسعودية بسبب أحداث عربية وبارزة في المرحلة المقبلة.
فرق قادم للموظفين لتخفيف أعباء المعيشة والغلاء، وأزف البشرى للمواطن اللبناني عامة ولأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن خاصة، بأنني أرى بوادر صدور قرار بيخرج ما بين مجلس الوزراء ومجلس النواب برفع الأجور وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، مما يجعل المواطن اللبناني يشعر ببداية الانفراج المادي لتحسين الوضع المعيشي خلال المرحلة القادمة. صفحة جديدة من العلاقات ما بين الإمارات ولبنان تبدأ خلال المرحلة القادمة، مما يؤدي إلى تسهيل دخول اللبنانيين لدولة الإمارات للعمل، وحنكون أمام مشاهد اجتماع عربي دولي، والإمارات هي الدولة اللي حتكون الرعاية لهذا الاجتماع، وده بسبب حدوث تطورات وأحداث مهمة على الساحة العربية، وسوف يصدر عن هذا الاجتماع قرار بتكليف رئيس الإمارات بالقيام بمهمة عربية حساسة وعاجلة بتبدأ من العراق وتصل إلى سوريا وتنتهي في ليبيا. هذه المهمة بتكون لها أثر طيب وإيجابي عند معظم شعوب هذه الدول، وشايفة التوفيق والنجاح بيرافق رئيس الإمارات، وشايفاه بيتخطى الصعوبات وبينجح في الوصول لحلول وتفاهمات لاحتواء هذه الأزمة خصوصا على الصعيد العراقي والإيراني. بكده متابعينا الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية وتوقعاتها الخطيرة أيضا للعالم. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وآرائكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.